ورحمة الله تعالى وبركاته. آخر حاجة كنا درنا في الفيديو السابق هو الفورما دي فالور. الو كيف تلاحظوا معايا لي فورما دي فالور بالنسبة لإكسل فهما مجموعين في واحد الجروب تيتسمى نومبر. الو في هاد الجروب هذا غنلقاو بزاف تاع لي بوطون، تقريبا 6 حتى 5 على حسب انت واش بغيتي تاجوتي هنايا. الو هادو اللي معروفين بزاف اكثر استعمالا هما هادو. الو شنو هما هاد لي بوطون؟ هادو غنشوفهم وحده بوحده. لاحظوا معايا، الو عندنا في هاد الجدول لي فالور، هما عندنا البوطون اللي غنستعملو ونشوفو بعد ليتيليزاسيون. الوغ بالنسبة للتعلم كاين جوج ميثود تاع التعلم، إما النظري أو التجريبي. حنا غنبداو بالتجريبي. الوغ غنمشيو نكتبو هاد 10 هادي، غنمسح هادشي كنت درتو في فيديو سابق منجحش. الوغ غنمشيو هنايا نختارو السيلول دائما جي كاطخ. الوغ هنا غادي نديرو فالوغ تاعنا 10 فوالا. بعد ما سالينا عطاني بالماض وانا استسمح علاش حيت الفورما ما تمسحاتش هنايا. نختار هاد بي 5 بي 5 ونكتب فيها 10. الوغ هاد 10 كيف تلاحظوا معايا هذا رقم، ولكن انا مثلا تنستعمل مثلا العمولة، بغيت نكتب هنا 10 درهم، بهاد شي بياسة ب 10 درهم او ربحت عليها 10 درهم، فبالتالي خاص يكون عندها واحد المعنى هاد السيلول. الوغ شنو ندير انايا؟ تنمشي تنكليكي على هاد السيمبول هذا. بالنسبه لكم نتوما راه تقدر تلقاو هذا السيمبول هذا تاع الدولار والفلوس، بالنسبه لي انا عندي الدولار. الوغ غنمشي نكليك على الدولار. الوغ فوالا دابا ولا عندها واحد المعنى اللي هي 10 دولار. نمشي لهذه حتى هي وندير فيها 50 مثلا ونقول 50 دولار. هاد البياسه هادي ربحت عليها 50 دولار فوالا. هنا تيطرح واحد الاشكال، هو ان مثلا حنايا في المغرب ما كنتعاملوش بالدولار، تنتعاملو باش بالدرهم. الوغ باش نشوف لي كيورنسي الاخرين او العملات الاخرين تنكليكي على هنا على هاد السهم هذا اللي هابط لتحت جنب الدولار، وتلقى انجليش انجليش اورو تشاينيز فرانك. بالنسبه الاولى فهي خاصه بالولايات المتحده الامريكيه اللي هو الدولار معروف. الثانيه البوندا، تتسمى بالبوندا او تتسمى بالجنيه الاسترليني الخاص ببريطانيا الانجليز. وعندنا الاورو خاص بالاتحاد الاوروبي، والين الصيني خاص بالشينوا، والفرنك السويسري خاص بسويسرا. وعندنا حنا تنقلبوا على المغرب مثلا، الوغ نديرو مور اكونتين فورما. لاحظوا معايا تطلع معايا هذا الجدول هذا في الشاشه. الوغ من بعد ما طلع طلع هذا الجدول هذا في الشاشه اش كاين؟ عندنا اكونتين دائما، وهنا تيقول لي ديسيمال بليسز. الوغ بالنسبه للديسيمال بليسز حنا تنختار اربعه الاصفار وراء الفاصله ولا ثلاث الاصفار وراء الفاصله. بالنسبه اللي عندهم باللغه الانجليزيه فالفاصله عند الناس الانجلي عندهم هي النقطه، والفرنسيه هي الفاصله. وبحالنا حتى حنا تنديروا في العربيه تنديروا الفاصله او تنديروا النقطه على حسب البلد. مثلا تقدروا تلقاو مثلا شي بلد اخر عربي تلقاو تيديروا النقطه في بلاصه الفاصله. حنا تابعين لفرنسا فبالتالي غنديروا الفاصله. لاحظوا معايا هنا تلقاو بزاف تاع لي كيورنسي ومنهم الدولار. حنا ما غردناش في الدولار. كيف تعرفوا ان سميتو الكورنسي تاع المغرب او العمله تاع المغرب هي الدرهم؟ بمعنى ديروا دي اش، الناس اللي عندهم فرونسي يديروا دي اش تاع اليوم العمله تاع الدرهم. بالنسبه لي انا عندي بالانجلي غندير ماد، ماد هي الدرهم المغربي ماد، وندير اوكي فوالا. ما وقع والو. علاش ما وقع والو؟ ولكن راه وقعت حاجه. شنو هي؟ هو ان هاد السيلول اللي ديجا مسيليكسيوني واخترت ليها، دابا ولات عندي اكونتين، كانت انا جينيرال ولات اكونتين، بمعنى هاد السيلول هادي ولات عندها واحد الفورم اخرى اللي هي العمولة. الوغ لاحظوا معايا الا كليكيت على واحد صفر وكذات اونتخي اش غيزيد حداها؟ يزيد حداها ماد، ويدير حداها جوج اصفار اللي هي الديسيمال اللي تكلمنا عليها قبيلة، الاعداد العشرية مورا الفاصلة. نمشي لهنايا ونكتب التاني 40 مثلا وندير اونتخي. هنا 40 ما عطانيش باب العمولة. علاش؟ حيت باقا جينيرال. لاحظوا معايا جينيرال بمعنى اون جينيرال 40، هذاك الشيء اللي طابيتي هو اللي تشوف. الوغ انا مازال بغيتها مثلا بالدرهم المغربي نيت، انا استطعت نديرها بطريقه اخرى، ولكن من الاحسن نعاودو العمليه باش تلصق لكم في دماغكم. الوغ لاحظوا معايا، الوغ مادام انا مسيليكسيوني هاد السيلول هادي اللي فيها 40 فطلع عليا هنايا 40 دولار، بمعنى واش بغيتي ديرها بالدولار ولا باش هنا العمله. انا دائما نختار ماد. الوغ الماد هو المغرب، ها هي ام ا دي. الوغ نقول لي اوكي، ولكن قبل ما ندير اوكي نشوف شحال تاع لي ديسيمال ندير. مثلا الوغ لي ديسيمال هما الاعداد وراء الفاصله، بحال قلتي 4 دريال 2 دريال ريال. الوغ انا غندير غير جوج، حيت جوج هما على شي بحال مثلا عندك مشروع تاع البيض. الوغ المشروع تاع البيض تيلعب على لي ديسيمال بزاف،
قدرت مثلا البيضة تكون طايحة عليك مثلا بدرهم فاصلة 100 ولا 1520، تجيك انت شوية غريبة، ولكن البيض مثلا التجارة تاع البيض، الناس اللي دايرين تجارة تاع البيض يعرفوا هذه القضية هذه، هو أن البيض تيلعب على الربح اللي وراء الفاصلة، بمعنى 1000 بيضة يلا تجيب لي مثلا 10 دراهم تاع الربح مثلا، الوغ ضروري يلعبوا بالفاصلات. وبعد حوايج اخرين ما تحتاجوش الفاصلة، بحال شي حاجة كبيرة مثلا تتبيع الطوموبيلات، فما غتكونش الفاصلة، هي اللي غتكون ما غتكونش الفاصلة بتاتا. فوالا، الوغ هنا بعد ما اخترت انا هنا جوج اصفار، نختاروا كاع 3 حنا حتى 4، ونقول لي اوكي. فوالا، الوغ هنا لاحظوا معايا عطاني 40.0000 تعاش تاع الدرهم. دكا، هذا بالنسبة لأول حاجة. تاني حاجة لاحظوا معايا، غنمشيو للبوطون التاني اللي هو البورسونتاج. لاحظوا معايا، قبل ما نمشي لهاد العملية تاع البورسونتاج، بالنسبة لكم في بلاصة كل ساعة تبقاو تقوموا بالعملية، تجي هنا وتقوموا بالعملية كذلك، ديروا 50 وتمشيو هنا وجينيرال وداك صداع الراس. الوغ حنا كنا شفنا في الدروس السابقة كيفاش أننا نديروا نفس ميزون فورم أو نفس الفورما لهاد السيلول كاملين، سواء اللي كاينين في الكولون أو اللي حيت انت غالبا غتكون أو انت غتكوني خدامة على جدول ياك. الوغ غادي نجيب الكيرسور ديالي حدا هاد المربع هذا لتحت، وغنكليكي وغادي نجر لتحت. فوالا، او نجر للجنب على حسب انا فين خدام، انا عندي الجدول مثلا نفترضو خدام لتحت. فوالا هكدا. الوغ لاحظوا معايا بحال دار خطأ، لا ما دارش خطأ هنا، اش دار؟ دار العملية اوتوماتيك، بحال مثلا شي منتوج عنده اثمنة مثلا باش يطيح ثابتة، الوغ نقدر نهبط كاملين وكاع دوك المنتوجات اللي كاينين هنايا عندهم نفس العمولة، ولكن اش غندير انايا باش نحتفظ فقط بالميزون فورم في السيليل، غنجي لهنا ونقول له بليز فيل فورماتين اونلي، بمعنى عفاك دير لي فقط الميزون فورم او الفورما تاع هاد السيليل بهذه الطريقه هذه اللي غيكون فيها الدرهم المغربي. انتم غتشوفوا معايا. الوغ من بعد غنكليكي، فوالا مشاو الاعداد. الوغ شبقى عندي؟ ما بقى عندي والو، لا بقات عندي الفورما. لاحظوا معايا دابا من بعد نبدا نكتب الارقام 4 اونتري 5 اونتري، اوتوماتيكمون غيبدا يعطيني شنو الكيورنسي، ومادام انني اخترت بزاف تاع لي سيلول في نفس الكولون فليكسل اوتوماتيكمون تيعرف عرف بان هذا الكولون كله غادي يمشي بالكيورنسي وبنفس الكيورنسي. لاحظوا معايا انا ماشي سيليكسيونيت كاع هادو، ولكن طبق على الكولون كامل. ملي تنقول كولون هو هذا السي، نفس العملية بالنسبة للي دقة. هذا من جهة. نمشيو لحاجة اخرى تاني. دابا نمشيو لستيل بورسنتاج. ستيل بورسنتاج الرمز ديالو هو هاد هاد زيرو على الزيرو، بحال ما كتب بحال هاد الرمز هذا، واش يبان لكم فين في في في, في الجروب؟ الجروب هو الثاني. انا غادي نمشي ليكسل، لاحظوا معايا جا حدا الدولار ها هو. الوغ انا مثلا كاينين عندنا جوج ميثود باش نسيزيو مثلا هاد سميتو هاد البورسنتاج. غنمشي لهنايا، فوالا نختارو هاد السيلول اي 8. الوغ فهاد السيلول اي 8 غادي نكتب مثلا 50%، بنكتب 50%. الوغ ندير اونتخي، هاهي 50. الوغ غادي نمشي لهنايا ونكليكي على البورسنتاج. غيوقع عندي واحد المشكل، شناهو؟ هاهو. الوغ اون فوا كليكيت على البورسنتاج نورمالمون خاصو يعطيني 50%، ولكن هنا عطاني 5000، 5000. الوغ اش وقع هنايا؟ تو سامبلومون اللي وقع هو، نمشيو لهنايا ونشرح لكم هنايا في هاد البلايص هادي، ندير اونتخي. الوغ اللي وقع هو ان 50 ملي كتبت انا 50 وزدت عليها، زدت عليها هاد الرمز تاع 100%، هاد الرمز هذا اش عطاني؟ عطاني 5000، عطاني 5000 في المئة. اش المعنى ديالها؟ هذا المعنى ديالها هو انه اش وقع؟ هو انا شد 50 ياك وضربها فاش؟ ضربها في 100%، وعطاني السيمبول تاع 100%. هادشي اللي تيوقع الا قمتي بهاد العملية، ولكن نورمالمون خاصني اش ندير؟ في بلاصة باش ندير 50 ندير 0.5، باش 0.5 تضرب في 100 غتعطيني في الاخير هنا ما بقاش تساوي، هنا ولا تستلزم، هنا غتستلزم 50%. داكوغ، غنمشيو نشوفو هاد العملية. دونك نعاودوها، الوغ غندير 0.5 ياك، وندير
بورسونتاج ديالي هنا غيعطيني 50%. واخ نشوف هذا مالو، نقصو نمشي نحيد هذا الشيء. فوالا هذا من جهة، بنكتب مثلا 2% غندير 0.02 ونمشي كليكي على السيمبول تاع 100% باش يكتب لي 2%. هاد العملية تدير بها إلا كنت غتخدم بهاد الطريقة هادي، بمعنى تدير العدد عاد باش تمشي تزيد عليه البورسونتاج. ولكن طريقة أخرى أحسن هي أننا تنختار السيلي اللي بغي نخدم عليها، و تن شنو تنختار ليها في الأول ميزون فورم ديالها، عفوا الفورما فالور ديالها هو البورسونتاج. دونك هاد السيلي ولات فيها البورسونتاج، تنجي و تنجر لتحت، بمعنى هاد السيلي ولات هاد لي سيلي كاملين فيهم نفس الفورما اللي هي البورسونتاج، و تنبدا ندخل الأعداد بلا زيرو. بحال مثلا بغيت 50% غندير 50 اوتوماتيكمون تعطيني في المية، بغيت 40% 40، بغيت 3% 3، بغيت 2% 2، بغيت ندير 23. لاحظتوا معايا؟ الوغ الفرق ما بين هاد الميثود وهاد الميثود هو في الطريقة كيفاش غدخل هاد البورسونتاج. حيت شحال من واحد تيكون مثلا تيصايب الأعداد هنا تيدير مثلا 50، تيجي هنا تيدير 60، عفوا 50، تعاود هنا تيدير 40 60، وملي تيجي تيبغي يطبق عليهم بورسونتاج بحال ما هكذا تيوليو الاعداد كبار وتبقى حاصل ما تعرف ما يدير. الوغ هنا في هذه الحاله عندكم جوج الحالات، يا اما تردوا هذه 0.4 باش يعطينا 40% او 0.6 باش يعطينا 60%، او اننا نمشيو من الاول ونديروا الفورما تاع السيلي بحال ما هكذا ونختاروا لها البورسونتاج ونتناو من ديبار، وغيولي وقت ما دخلنا شي عدد 40 تبقى نيت هو ما تيتغيرش، 30 34 35 انتي دو سويت. فوالا هذا من جهه. نمشيو لجهه اخرى الثاني. دابا غنمشيو للسيباراتور دي ميليي. لاحظوا معايا لي سيباراتور دي ميليي الرمز ديالها تختلف على حسب طريقه الميثود تاعها، تختلف على حسب واش عندك مايكروسوفت اوفيس فرونسي ولا انجلي. الا كان بالفرونسي فبالنسبه للسيباراتور راه تيكون فقط اسباس. وشنو هاد السيباراتور؟ بغيتي يفرق لينا الالاف والمئات وانسي دو سويت. عندنا عدد كبير ما يمكنناش نقراو، الوغ تيقسمونا على 3. فوالا تولي سهل في القراءة بحال هادي 20000. لو ان الزيرو كان هنايا غتجينا صعيبة باش نفرزو نبداو نحسبو الاصفار. ولكن في اللي عندو بلونغلي اش غيدير؟ غيعطيه الفاصلة هادي اللي بغي نشير ليها، بحال مثلا 20000. نختار هذا الرقم، هذا كبير، لاحظتوا معايا هذا الرقم كبير، ميمكنناش نقراو حنايا، خاصنا نبداو نحسبو الأصفار باش نحسبو. ألوغ حنايا أش غنديرو؟ غنختارو السيباغاتوغ. بالنسبة للسيباغاتوغ الناس اللي عندهم لونغلي، ألوغ هذا هو الرمز ديالو، دير بحال ما هكدا، أو ختي تسمى الكوما ستايل، ألوغ غادي نكليكي بحال ما هكدا. لاحظوا معايا أش وقع هنا، بغيتكم تلاحظوا واحد القضية مهمة. ألوغ بالنسبة للونغلي تيسيباريو بالفاصلة، هادي راه ماشي 200 فاصلة، لا هادي راه سيباراتور، سيباراتور. الوغ شنو وراتنا كل اعداد فين كاين، بحال هادو المئات الالاف والملايين، بحال هادي 200 مليون. بالنسبة للناس الفرنسي كي غيبان ليهم، غيبان ليهم بحال ما قدام لي غيستعملوها 00 اسباس 00 اسباس 00 0.00. الوغ الفرق ما بين الانجليزيه والفرنسيه هو ان الناس الفرنسي غيختاروا الفاصله فاصله، في حين ان الانجليزات او الامريكان او كندا تختاروا البوان نقطه، داكشي اللي تسمى دوت او بوينت، تيقول لها بوينت نقطه، تيقول لك مثلا بوينت، تيقول لك انا مثلا بوينت. تتلقاوها بزاف ناس الكتريسيتي او اي دومين خاصه نتاع لونغري، تلقاو بوينت 5. الوغ بوينت 5 هي 0.5. لاحظوا معايا ملي غندير اونتخي يردها 0.5. بوينت بوينت مثلا 5 6، هذا غادي يفهمها 0.56. دونك الانجليز تيستعملوا النقطة، في حين الفرنسيين تيستعملوا الفاصلة. بالنسبة للسيباغاتور تيستعملوا الفرنسيين الاسباس، والانجليز تيستعملوا الفاصلة، تقلب الآية. داكوغ هذا من جهة. واخا نمشيو دابا اجوتي اون ديسيمال. الوغ بالنسبة لاجوتي اون ديسيمال هو زعما نزيدو الأعداد العشرية هنايا، أو إفراط أو بتفريط
كيف تعقلوا لا افراط وبالتفريط، نفس العمليه هنا غنشوفوها. الوغ ناخذ واحد المثال هو 10 10 عفوا بلا ما نختاروا 3.33 هكذا هذا العدد هذا. فوالا عندنا واحد العدد 3.3333 الوغ بحال هكذا. من بعد نمشيو نقصوا ليه الاعداد العشاريه، نزيدوا ليه الاعداد العشاريه. لاحظوا معايا بدات تزيد لي الاصفار وراء الفاصله دائما، حنا في لونغلي الفاصله هي النقطه. الوغ ما حديت نكليكي بحال هكذا وتزيد الاصفار، هنا العكس ما حديت نقص وتينقص الاصفار، تجي خليها في الاخر 3 بمعنى حيد لي كاع الاعداد وراء الفاصله. هنا تنعاود نزيد الاعداد وراء الفاصله، لاحظوا معايا الكيرسور هو طالع الفوق يمشي لهاد لي سيمبول هنا فين تنخدم. واخا نشوف واحد القضيه اخرى، الوغ 12 فيرغول نختارو 8 تسعود 7 7 8 تسعود. فوالا هذا الرقم، هذا هذا الرقم هذا. لاحظوا معايا بعد ما تنزيد لي الارقام وراء الفاصله ما تيوقع والو، تزيد لي الاصفار، ولكن بعد ما تنبغي انولي الاعداد وراء الفاصله اش يوقع؟ بحال مثلا اخر رقم عندي هو 8 ياك، نزيد انولي الوغ ردها زيرو. كيفاش رد زيرو؟ لا ماشي رد زيرو، لا اش وقع هو 8 كبرها وردها بحال 98 بحال قال لك راه 100، الو غيولي هنا زيرو وهنا غتزاد ليا واحد تولي تسعود. لاحظوا معايا هذا الشيء اللي وقع، ولا زيرو هنا ولا تسعود. زيرو اقل من 5 واخا نزيد الثاني بحال ما قدا يبقى محتفظ ليا بتسعود. هنا تسعود كبر من عدد رقم 5، الوغ بعد ما نزيد الثاني بحال ما قدا نكليكي غيكبر ليا 7 تولي 8. هنا بحال المفهوم تاع بإفراط دقة. لاحظوا معايا 12.9 غيقول ليا بحال بحال تقريبا هي 13، ولكن مادام عندنا هنا الزيرو غيخلي ليا 12.9 حيت هذا رقم، ولكن هاد 12.9 إلا زدت عليها تاني بحال ما هكدا زدت نقصت لي ديسيمال هاد العشرية لو غيعتبر 12.9 13. فوالا نتمنى أنكم فهمتوا هاد القضية. فوالا هادشي اللي شنا غنشوفو اليوم، ندوزو دابا لي فورميل ونخليكم فيديو آخر إن شاء الله.